لازم نبقى عارفين كويس ايه اللي بيتقال خلال صلاة الإكليل سواء للزوج او للزوجة. فيمكن من الحاجات المعروفة قوي انه البنت بيتقال لها انسي شعبك وبيت ابيكي، والولد بيتقال له يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامرأته. فازاي البنت تفهم ده والراجل يفهم ده علشان يبقوا ليهم حياة مستقلة بعيد عن اسرتهم؟ هو الحقيقة من ساعة ولادة الطفل بيحصل بروسيس، عملية اسمها ديتاتشمنت وري اتاتشمنت. ديتاتشمنت انفصال، وري اتاتشمنت اتصال تاني بس على ليفل اخر. فمن جهة من لحظة الولادة الولد بيبقى ديتاتشد من امه او الطفل يعني، وبعد كده بيرجع يتواصل مع امه انها بتشيله بتحضنه بترضعه الى اخره. يبتدي بعد كده في فترة الفطام يحصل another detachment، وبعدين العلاقة بينه وما بين الاب والام بتاخد ليفل اخر. وتلاقي في الديتاتشمنت دي الولد يبتدي يجري وكأنه هو يعني فاهم كل حاجة في الدنيا، وبعدين يبتدي يدرك محدوديته انه هو محتاج ابوه وامه يرجع اتاتشت ليه. المرحلة اللي بعد كده مثلا لما يجي يخش المدرسة يحصل ديتاتشمنت ان هو بيروح لانفيرومنت جديدة، وممكن يحصل معاها اللي بنسميه سيبريشن انكزايتي، الاضطراب او القلق بسبب الانفصال ده. وبعدين يرجع يتواصل مع ابوه وامه بطريقة جديدة، وهكذا. من المراحل الديتاتشمنت والري اتاتشمنت هي مرحلة الزواج. فبيحصل ديتاتشمنت ما بين الابن وابوه وامه لان هو هيرتبط بزوجته، والزوجة نفس الكلام بيحصلها ديتاتشمنت من الام والاب، ويحصل ري اتاتشمنت تاني مع الام والاب بس بطريقة سليمة بقى، بطريقة ناضجة. ومن هنا بقى بتعاد ترتيب الأولويات في حياتنا، فبيبقى الزوجة أو الزوج ليهم دور في حياته، أولوية في حياتي. لكن ده لا يقلل أبدا من إكرام الزوج للأب والأم وإكرام الإبنة والزوجة لباباها ومامتها، ولكن بيبقى فيه حدود في التعامل healthy boundaries، بحيث ايه اللي يتدخلوا فيه وايه اللي ما يتدخلوش فيه، ازاي يكون في تعامل معاهم يعطيهم الاكرام الواجب واللائق بهم كاب وام، ولكن في نفس الوقت بحافظ على خصوصيه ومحدوديه والاسره اللي انا عايش فيها الاسره الجديده. فاللي انا عايز اقوله ان اللي بيتقال في سر الاكليل، ودي يعني وصايا كتابيه، ده جزء من عملية سيكولوجية بتبدأ من لحظة الولادة. ان الانسان بيحصل detachment وري attachment، detachment وري attachment. وبرضو المسؤولية مش بس على الزوج والزوجة هنا او العريس والعروسة، لكن الاب والام مفروض يسهلوا العملية دي، يعني مفروض يساعدوا detachment والري attachment، لان هم لو وقفوا وحاولوا ان هم يعني تبلوك او يمنعوا الديتاتشمنت واللي اتاتشمنت دي، ده ما بقاش في مصلحه ولادهم ان هم ينضجوا ويبقى عندهم حياه زوجيه سليمه. فالمسؤوليه بتقع على الاثنين. يعني لما اقول يترك الرجل اباه وامه، مش بس الايفورت موجود على الابن بس، لكن الاب والام المفروض يساعدوا في عمليه الديتاتشمنت دي. وده طبعا يا سيدنا اكيد محتاج حكمه من الطرفين. طبعا هي حياتنا كلها من غير حكمه، يعني القديس الانبا انطونيوس قال اي فضيله تمارس من غير افراز او حكمه ممكن تتحول الى رذيله. فالحكمه دي شيء محتاجينه في كل قرار في حياتنا، في كل اختيار في حياتنا.